عايزين نربط ما بين الاثنين البعد النفسي والبعد الديني وانا بتعامل مع الطفل الصغير اللي هو لسه مش هينفع يصوم بقى بشكل كامل. <applause> بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله <applause> عليه وسلم وبعد. أه اولا احنا عايزين نحط قاعده في بدايه الكلام يا استاذ هشام وهي ايه؟ ان الطفوله ليست مرحله تكليف وانما هي مرحله اعداد. الطفوله ليست مرحله تكليف وانما هي مرحله ايه؟ إعداد وتدريب والنبي صلى الله عليه وسلم <applause> بيقول رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ ولكن إحنا طبعا شهر رمضان شهر فرحة والإسلام أو الدين بتاعنا بنقسم لقسمين قسم إيمان وقسم صبر يعني نصف زي الطائر له جناحان أو الميزان له كفتان الصبر نصه نصه الصيام يعني الصيام كده واخد يعتبر ربع الدين لما نيجي نبص كده ولما نيجي نبص حضرتك في في الصيام ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الصيام ليه ربنا يقول ايه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يبقى هنا تحقيق التقوى لما حقق التقوى لله ان انا اكل حرام لا اكل حلال طبعا وإذا كان ربنا بيمنعني عن عن الحلال في رمضان يبقى من باب أولى إن أنا أتمنى عن الحرام. طبعًا إحنا بنصوم لي يا بابا؟ أنا بصوم بتصوموا يا ماما؟ ده أطفال. بنقول لهم تعالوا على حلوة الأسئلة اللي, آه اللي بيسألها الأطفال دايب. طبعًا إحنا إحنا ربنا يعني بيقصد بالصيام ليه؟ هو بيعذبنا بالصيام أبدًا. نيجي عايزين نبين لهم قيمة الصيام. فايدتها في الدنيا وفي الآخرة. علشان اللي بيصوم اللي بيصوم يا حبيبي ليه؟ احنا بنتشبه بالملائكه لا بياكل ولا بيشرب احنا بنتشبه بربنا ربنا اللي بياكل ولا بيشرب فربنا عايزنا نبقى طاهرين كده وزيه نتشبه بالملائكه واللي بيصوم ده بيدخل الجنه ليه؟ علشان فيه باب اسمه باب في الجنه كده اسمه مم. باب الريان يعني ايه؟ يعني اللي بيدخل منه الصائمون ممنوع الدخول لغير الصائمين انت مش عايز تدخل؟ وكمان حضرتك نحببهم بقى في حاجه عندنا هدف من اهداف الاسلام يا استاذ هشام اسمها التدرج في العبادات. في العرب زمان كانوا مدمنين خمر. ما يقدروش ابدا يستغنوا عن الخمره. يستغنوا عن الطعام في طول اليوم ما يقدروش يستغنوا عن الخمر ساعه. لو ربنا قال لهم امنعوا الخمره مره واحده صعبه. فيجي ربنا يحرم لهم الخمر بالتدريج. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وبعد كده يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. وبعد كده لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يبقى انا رايح اصلي مش هشرب خمر. م. جيت من المغرب ده باقي ساعه العشاء مش هشرب. وبعد كده يجي التحريم النهائي م. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشيطان, الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نستخدم التدريج ده بقى مع الطفل. ايه؟ ان شاء الله طبعا هنصوم لغايه الظهر. بسم الله ما شاء الله واشجعه واذكره كده وامدحه قدام الناس و و وخليه يدخل منافسة مع أقرانه ابن فلان ابن طنط فلانة ابن عمه ابن خاله بنت خاله بنت زميلته وهكذا مقارنة النهاردة صام إيه لغاية الظهر نعدي يوم لو هو تعبان لغاية العصر م. بعد كده ولو هو تعبان لا يجوز إن أنا أجهده أو أجبره ما لا إجهاد ولا إجبار يا أستاذ هشام يعني ايه ان انا اجهده هو يكون جاي مثلا من المدرسه والجو حر وتعبان اقول له لا لازم أن تصوم يبقى اجهد لي اجبره ان انا اعنفه ازعق له اضربه لا يجوز فالاسلام عايزنا ان احنا نشجعهم وطبعا لو هو صام لغايه الظهر ولغايه العصر اقعده معايا على السفره في الفطار طبعا وان انا نخلي مثلا ماما تعمل له الفطار اللي هو بيحبه الاكل اللي هو بيحبه وفي السحور ان احنا نصحره حتى لو نايم نصحيها يا حبيبي عشان تتصحى عشان نصوم علشان السحور طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركه, وان انا احببه كده في في الصيام وحبذا بقى طبعا لو مع الصيام الصلاه طبعا ايه ليه لما نيجي نبص كده يا استاذ هشام لفته جميله من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ايه علموا ابناءكم الصلاه وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، مش معنى واضربوا أنهم هم يجيبوا جلد ونض... ابدا. يعني مثلا مره اثنين ثلاثه وكده. طب ليه ما قالش الصيام؟ هنا قال علموا ابنائكم الصلاه وهم ابناء سبع. واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، ليه ما قالش في الصيام كده؟ قال لك لان الصلاه بتحتاج لتدريب عملي. اما الصيام بيحتاج تدريب بدني. بيحتاج مشقة ربما أجد طفل يستطيع أن هو يصوم عنده ست سنين وطفل ما يقدرش يصومه عنده عشر سنين بيحتاج لقوة بدنية فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم <applause> سابها لولي الأمر إن هو الطبيب بتاع ابنه بتاع طفله أي. كذلك حضرتك لما نيجي نبص في نقطة مهمة جدا يا أستاذ هشام وهي أن الطفل ده لما بيجي مثلا يفطر أن أنا عايروش يعني ابتعد عن التانيب ليه ما يا فاطر رمضان م. يا فاطر لا. لا انا احببه في الصيام هو في فطر التدريب م. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه مشكله جدا لو لقي الطفل ده واحد في الاسره مقصر ما بيصليش آه بيصوم بس اخلاقه سيئه أوه. احنا عايزين نعلمه نعلم اطفالنا ان الصوم ده بيعلمنا الاخلاق الطيبه